السلام عليكم وأسعد الله أوقاتكم وتقبل الله طاعاتكم. يسعدني أن أقدم لكم هذه التغطية المختصرة عن أحد المساجد التي صلى بها النبي صلى الله عليه وسلم. في البداية تشرفت بالانضمام إلى مجموعة إنها طيبة في هذا الشهر المبارك شهر رمضان الكريم، وإن شاء الله هذا اللوغو سيكون مرافقا معي لجميع تغطيتي لهذا اليوم. إن شاء الله ستكون عن مسجد الإجابة أو ما كان يعرف قديما بمسجد بني معاوية، وأيضا عرف بمسجد المباهلة. عرف هذا المسجد بمسجد بني معاوية ابن مالك بن عوف لأن هذا هو مسكنهم، ويحدهم من الناحية الجنوبية بني ظفر، ومن الناحية الشمالية يحدهم بنو عبد الأشهل، ومن الناحية الغربية يحدهم المسجد النبوي الشريف، ومن الناحية الشرقية يحدهم الحرة الشرقية. كما ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم إلى هذا المكان وصلى فيه، ففي صحيح مسلم عن عامر بن سعد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل ذات يوم من العالية حتى إذا مر بمسجد بني معاوية دخل فركع ركعتين وصلينا معه ودعا ربه طويلا، ثم انصرف إلينا فقال: سألت ربي ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة، سألته ألا يهلك أمتي بالسنة سألته ألا يهلك أمتي بالغرق فأعطانيها، وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم شديد فمنعنيها. طبعا الحديث السابق هو في صحيح مسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة، رقم الحديث 5149 لمن أراد الرجوع إليه. وهناك رواية أخرى في الموطأ رواها ابن شبة بسند جيد عن عبد الله بن جابر بن عتيك وهو من التابعين، قال: جاء عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في بني معاوية فقال: هل تدرون أين صلى النبي صلى الله عليه وسلم في مسجدكم هذا؟ فقلت: نعم. فقال: هل تدرون ما الدعوات الثلاث التي دعا بهن فيه؟ قلت: نعم. قال: فأخبرني. قال: دعا ألا يظهر عليهم عدوا من وألا يهلكهم بالسنين فأعطاه إياهما، ودعا ألا يجعل بأسهم بينهم شديد فمنعها. أما عن سبب تسميته بمسجد المباهلة فلأن المباهلة بين النبي صلى الله عليه وسلم ووفد نصارى نجران كانت في هذا المسجد، لكن بني هذا المسجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وتهدمت بعض أجزائه وبقيت مدة من الزمن كما ذكر العلامة المطري المتوفى. ثم في عصر الإمام السمهودي ذكر أنه تم ترميم هذا المسجد، وأضاف أنه قاس المسجد مساحة فظهرت كالتالي. ذكر السمهودي أن مساحة المسجد تقع في 25 ذراعا من الشرق إلى الغرب، ومن جهة الجنوب إلى الشمال تقع في 20. ثم في عهد الملك فهد رحمه الله في عام 1418 تم تجديد هذا المسجد على الشكل الذي ترونه حاليا. تقتصر هذه التوسعات في عهد الملك فهد إلى هذا المسجد، بل شمل عددا من المساجد التاريخية في المدينة كمسجد المستراح وغيره. في زمننا الحالي وتزامنا مع المدينة عاصمة للسياحة الإسلامية أقيمت ورشة عمل المساجد التاريخية في المدينة المنورة برعاية كريمة من صاحب السمو الأمير فيصل بن سلمان أمير المدينة المنورة حفظه الله، وبدعم سخي من حكومة خادم الحرمين الشريفين. إلى هنا أكون قد انتهيت من تغطيتي لهذا اليوم، وإلى لقاء آخر في تغطية أخرى. السلام عليكم.